السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. سميه سويت مع سميه. اليوم جبت لكم جابانيز تشيز كيك باللمسه ديالي الخاصه، بالحاجات اللي انا زيدتهم عليها. وصفه رائعه ولذيذه، لذيذه جدا جدا، راح تعجبكم ان شاء الله بزاف بزاف. في هذه الوصفه راح نحتاجوا وايت شوكليت ولا شوكولا بيضاء، اي نوع ديال الشوكولا البيضاء متوفر عندكم، تقدروا تستعملوه تذوبوه في حمام مائي ولا بيماري ولا في الميكروويف، وتستعملوه في الـ في الـ في التشيز كيك تاعنا. نحتاجو 200 غرام، نحتاجو 6 بيضات، 200 غرام من تشيز كيك او جبنه كريمي، فاني وليمونه مبشور، نستعملو غير المبشور تاع الليمونه. هنايا كما راكم تشوفوا راح نوزن الوايت شوكليت تاعي اللي راح نحتاج فيها 200 غرام، وندخلهم يذوبوا في الميكروويف. من الاحسن البنات قطعوا الشوكليت تاعكم دائما قطع صغيره كما شفتوا، باش تذوب لكم بالزربه وما تحرق لكمش. ما بيت الشوكليت تاعنا تذوب، نجوزوا البيض تاعنا نسيباريو الصفار على بياض البيض، كل واحد نحطوه على جنب. الشوكولا تاعنا ثابت، نخليوها نحركوها باش نتاكدوا انه القطع كاع ذابوا، ونحطوها على جنب ونخليوها تبرد شويه باش نستعملوها في الوصفه تاعنا. هنايا نوزنوا 200 غرام، كيما راكم تشوفوا وزن 200 غرام ديال كريم تشيز، باش نخلطهم مع صفار البيض تاعي. وعلى هذاك الخليط ديال كريم تشيز وصفار البيض نزيد الفاني ومبشور الليمونه. ونخليهم يتخلطوا جيدا جيدا حتى هذاك البيض وهذيك الكريم تشيز يتخلطوا مع بعضهم البعض، وما تبقاش الكريم تشيز، ما تبقاش قطع كبيره. من بعد باش نزيدوا عليهم الشوكولا البيضاء. البنات هذه المرحله ديال الوايت ديال مبشور الليمون والفاني انا زدتهم من عندي، الوصفه الاصليه ما فيهاش، ولكن اللي حبت تستغنى عليهم تستغنى عليهم، انا نزيدهم على جال ما تعجبنيش الريحه تاع البيض، نحب نبدل الريحه تاع البيض بالريحه تاع الليمون. كيما راكم تشوفوا هنايا طلعت بياض البيض اوناج، ولا طلعوا بياض البيض بالباتور تاعكم حتى يتضاعف الحجم تاعو ويولي لكم رغوه، يعني كي ترفتوها هكا ثقيله ماشي سائل. كما راكم تلاحظوا في الفيديو يعني هاي سبيد، حتى ولات عندي رغوه يعني ثلجيه باش حبست. هذا الخليط اللي كنا درناه حتى هو يتخلط او ميم طون كي كنا خدامين في البلون ديال البيض تاعنا. نزيدوا عليه الشوكولا البيضاء اللي كانت بردت شويه. البنات ما تزيدوش الشوكولا وهي سخونه، لازم تبرد شويه باش ما تطيب لكمش البيض تاعكم. ونعاودوا نرجعوا لمرحله التخليط ونزيدوا السبيد ديال السرعه ديال الخلاط تاعنا بشويه بشويه. نبداو بسرعه ضعيفه، من بعد نبداو نزيدوا غير بشويه حتى نوصلوا يعني النمبر 6، ولا باش يضرب لنا الخليط تاعنا جيدا. كيما راكم تشوفوا هنا الخليط تاعنا كريمي لونه ولا فاتح. دوكا نجوزو للمرحله تاع نزيدو عليه بياض البيض اللي كنا طلعناه. نزيدو بياض البيض، نزيدو النصف الاول ونخلطوه، ندخلوه جيدا في الخليط تاعنا تاع الكريم تشيز. التريك البنات انه كي تكونوا تخلطوا في الكريم تشيز تاعكم مع بياض البيض، خلطوا من دوروا رفتوا من تحت وطلعوا للفوق، ما تخلطوش يعني شغل راكم تخلطوا في السوب ولا في كاش حاجه، من تحت طلعوا للفوق، من تحت طلعوا للفوق حتى تكملوا تخلطوا الكميه تاع بياض البيض تاعكم كامله. هنا كملت زدت النصف الثاني تاع الكميه تاع بياض البيض. هذه هي الخلطه تاعنا، راكم تشوفوا كيفاش ندهنوا المول تاعنا اللي راح ندخلوا فيه الكيك تاعنا للفرن. البنات اللي حبتها تجي عاليه بزاف تصغر المول، اللي حبتها تجي هابطه كيما درتها انا دير المول في الحجم اللي درته انايا، على حسابكم انتوما كيفاش تحبوها. كاين اللي يحبها عاليه بزاف، كاين اللي ما يحبهاش عاليه بزاف، انا ما نحبهاش عاليه بزاف، يعني اتس ديزرت، يعني نحب غير شويه، انا ما نحبش ناكل من طبعي ما ناكلش ما ناكلش الديزرت بزاف، يعني ما نديرهاش عاليه بزاف. هنايا دوك تشوفوا كي درت المول تاعي وحطيته في السنيوه ودرت له الماء باش نطيبه في حمام مائي، لانه هذا الكيك يطيب في حمام مائي.
وقع لي مشكل، المول تاعي بدا يقطر، بدات تخرج منه العجينه وطر الخليط، واضطريت انني نبدله بمول واحد اخر. درت الماء تاعي، درت الفران تاعي ولا الفرن تاعي على 370 درجه. البنات انا الفرن عندي قديم، 350 فيه ماشي سخونه، نخدم 370. انتوما تمشيو على حساب الفرن تاعكم، المهم 350 ان اب. ونديروا الكيكه تاعنا طيب المرحله الاولى 20 دقيقه على 370 درجه، من بعد كي تكمل نهبطوا درجه الحراره ل 360. كي تخلص ال 20 دقيقه الاولى نهبطوا ل 360 ونديروا 15 دقيقه. بالنسبه للبنات اللي عندهم البرويل في الاوفن تاعهم، انا نزيد لها كي تخلص 15 دقيقه نزيد لها 2 مينيت ديال برويل باش يعطيني هذاك الوجه الاحمر من الفوق. اللي ما عندهمش الاوبشن تاع برويل، خليوا الكيك تاعكم تكمل الطيب حتى يبان لكم وجهها من الفوق احمر باش ديروا باش تخرجوها من الفرن. ضروري تتحصلوا على هذا اللون اللي راكم تشوفوا فيه هنايا عندي، هذا اللون البراون احمر رايح البراون، هذا الوش تاع الكيك تاعنا، هذا هو اللي راح يكون من الفوق. هنايا نخليو الكيكه تاعنا تبرد واحد 15 مينيت. وإيناس طلبت مني، حبت هي دير لكم الديكوريشن ديال الكيك، وخليتها ديرها، خليتها دير ديكوريشن تاع الكيك بالستروبيريز اللي نحيناهم من الحديقه ديالنا في الدار. هوم ميد ستروبيريز، هوم ميد ستروبيريز. وجد ديكور صراحه ديال ايناس زوين وعجبنا وكليناها. المهم ما يهمش الديكور، المهم في المذاق. انا نحب نخلي ايناس تدخل معي الكوزينه باش حتى هي تتعلم وتتشجع انها تعاون لي. هذه هي الكيك تاعنا، درنا لها سبرينكلينا شويه ديال سكر تسكار من الفوق، يعني للتزيين. اللي ما حبتش ديروا ما ديروش، ماشي ضروري يعني. انتما التزيين يرجع لكم انتما واش حبيتوا ديروا، هذا اختيار الشيف ايناس حبت تزينها لكم بهذه الطريقه. نتمنى تعجبكم وشكرا لكم بزاف البنات.